السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم جميعا في ورشتنا اليوم. أنا الطالبة لما جبران القحطاني ومعي زميلتي الطالبة أسيل عوض القحطاني. إحنا طالبات من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. راح نقدم لكم اليوم إن شاء الله ورشة عن تطوير الألعاب الإلكترونية. الموضوع جدا جدا ممتع وشيق، وإن شاء الله أنكم راح تنبسطون فيه. محاور ورشتنا لليوم، أولاً راح نتكلم عن المفهوم العام للألعاب الإلكترونية، ثم راح نتطرق للمزايا الألعاب الإلكترونية وفوائدها. بعدين راح نطرح لكم بعض الإحصائيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وآخر شيء راح نتكلم عن تطوير الألعاب الإلكترونية. ما هي الألعاب الإلكترونية؟ الألعاب الإلكترونية هي ألعاب تفاعلية تشغل باستخدام أي جهاز إلكتروني متخصص مثل البلاي ستيشن، الإكس بوكس، الوي، أو ممكن تكون أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهواتف الذكية مثل الآيباد أو التابلت أو الآيفون، وممكن تكون أجهزة التلفاز، أو حتى ممكن إنها تكون تشغلونها يعني عن طريق جوجل، عن طريق الإنترنت. تبحثون عن اسم اللعبة وتطلع لكم، يعني تدخلونها عن طريق جوجل. طيب الحين راح نتكلم عن مزايا الألعاب الإلكترونية. أول شيء راح نتكلم عن تطوير مهارة حل المشكلات. طبعاً لابد أن يوجد تحدي في كل لعبة إلكترونية، سواء كان هذا التحدي صغير ولا كبير. ممكن هذا التحدي يكون لغز بسيط جداً وتحلونه بسرعة، وممكن أنه يكون لغز كبير ومعقد ويحتاج تركيز مثل ألعاب التختيم. هذه التحديات كلها وهذه الألغاز راح تساعدكم إنكم تطورون مهارة حل المشكلات عندكم. ثانياً، إيجاد روابط اجتماعية. في كثير من الأطفال يشعرون بالخجل، ومن الممكن أنهم يواجهون صعوبة في تكوين أصدقاء في الواقع، فتكون الألعاب الإلكترونية أفضل حل لهم في تكوين الصداقات والروابط الاجتماعية مع أطفال آخرين في نفس عمرهم طبعاً، بحيث أن هذه الألعاب الإلكترونية ومواضيعها قد تكون اهتمامات مشتركة بينهم، وبالتالي تصير من المواضيع اللي يمكنهم التحدث عنها بالإضافة إلى اهتمامات مشتركة ثانية. ثالث نقطة اللي هي التثقيف والتعليم. الكثير من الألعاب الإلكترونية تسرد معلومات تاريخية أو علمية أو ثقافية للطفل من خلال أحداث ومواقف يمر فيها من خلال اللعبة. هذا الشيء راح يشكل وسيلة للثقافة والتعلم من خلال اللعب. رابعاً، تحسين قدرات الدماغ وتقوية الذاكرة. في كثير من الألعاب الإلكترونية تحسن قدرات العقلية عندكم وتزيد من المهارات الفكرية والإبداع. طبعاً هذا كله يصير من تحفيز التفكير. فمثلاً ألعاب الألغاز أو ألعاب اللي تعرض مشكلة أو حدث وتطلب منكم أن تفكرون بشكل دقيق وتربطون الأحداث السابقة والتفاصيل الصغيرة عشان تقدرون توصلون للحل بالأخير. خامساً، تحسين القدرة على اتخاذ القرارات. قد تتطلب اللعبة من الطفل أنه يكون شديد الانتباه، وتتطلب منه أنه يحرك اليد أو عصا التحكم أو الماوس والكيبورد مع التركيز والنظر للشاشة بنفس الوقت، مثل لما يركز على الخصوم القادمين أو التركيز على الذخيرة المتبقية أو التركيز على الوقت المتبقي لإتمام مهمة ما. سادساً، تعديد مهارة تعدد المهام. بعض الألعاب الإلكترونية تتطلب مهارة التصرف السريع واختيار الحل الأفضل، وتطوير هذه المهارة يؤدي إلى تحسين قدرات اتخاذ القرارات بسرعة وبسلاسة تحت الضغط. طيب أنا الحين قلت لكم المزايا، قلت لكم الفوائد من الألعاب الإلكترونية، أنتوا إيش رأيكم؟ إيش هي السلبيات للألعاب الإلكترونية؟ إيش ممكن تضرنا فيه؟ اكتبوا لي بالمحادثة. أحسنتوا. صح عليكم، ممكنها تكون مضيعة للوقت، ممكنها تضر العين. ممتازين.
طيب الحين راح نروح لبعض الإحصائيات في مجال الألعاب الإلكترونية. طيب في سنة 2000، خلينا نتكلم أولا عن الإحصائية هذه. كان في سنة 2018 في موقع اسمه نيوزو، طيب قدم دراسة عن كم ينفق العرب على الألعاب الإلكترونية هذه. كانت نتيجة هذه الإحصائية أن المملكة العربية السعودية كانت أكبر دولة عربية تنفق على الألعاب الإلكترونية، يعني الشعب كان يدفع مبالغ هائلة على هذه الألعاب. بعد المملكة العربية السعودية أتت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، من ثم مصر في المركز الثالث، قطر في المركز الرابع، الكويت في المركز الخامس، ثم الجزائر في المركز السادس، والمغرب بعدهم في المركز السابع، وآخر مركز كان سلطنة عمان. الدراسة الثانية توضح لنا كيف الزيادة في سوق الألعاب الإلكترونية، يعني قاعد يقول لنا أن كل سنة نسبة الناس اللي تشتري ألعاب صارت أكثر، صاروا يدفعون أكثر وصاروا يلعبون أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسيل القحطاني، وراح أكمل اليوم ورشتنا بموضوع تطوير الألعاب الإلكترونية. بس قبل نبدأ موضوعنا بسألكم سؤال، اكتبوا لي أفضل لعبة إلكترونية عندكم، سواء كانت على البلاي ستيشن ولا على البي سي ولا على أي، حتى لو على الآيباد، بشوف اللي تحبونها. روبلوكس، توقعت فيفا، فورتنايت، حلو ما شاء الله الأغلب قال روبلوكس. أوكي ماينكرافت، حلو حلو. هالألعاب بإذن الله راح نتكلم عنها، كل اللي قلته بإذن الله راح نتطرق له بالموضوع الحين. طيب نبدأ بمثال مبسط لمراحل تطور الألعاب. أمامنا أشهر الألعاب اللي مرت علينا، باكمان من أوائل الألعاب اللي طلعت، حتى أن الحين في ألعاب مقاربة لفكرة باكمان، بس طبعاً بجودة وصورة محسنة أكبر باستخدام التقنيات. وبعدها تقريباً بعشر سنوات طلعت لعبة ماريو. ماريو كانت تنبث على جهاز نينتندو، أو اللي معروف عندنا بجيم بوي. وبالمقابل باكمان ما كان، يعني الألعاب وقت فترة باكمان ما كان في منصة كذا معروفة زي مثلاً بلاي ستيشن ولا الجيم بوي، ما كان في منصة تنبث فيها هالألعاب، كانت لعبة بحد ذاتها. بقرب لكم مثلاً، شفتوا لما تروحون تشاكي تشيز، مو صح في ألعاب يعني تلعبون فيها بطريقة مباشرة، كذا كانت الألعاب هذاك الوقت، يعني أغلب الألعاب كانت بهالطريقة. بعد فترة من الزمن طلعت ألعاب تكون شخص يتحكم بالشخصية نفسها، وبهالفترة طلع البلاي ستيشن اللي هي هنا. وبهالفترة يعني بدأت تظهر معنا منصات بث أكثر، ويعني أكثر تنوعاً. من بعدها عام 2000 تقريباً بدأ البي سي يصير مألوف أكثر. طبعاً هو من أول مألوف، ولكن المقصد هنا فكرة استخدامه، ويعني تخصيصه للألعاب صارت مفضلة، صار تنبث منه ألعاب كثيرة، ومن أشهرها The Sims أظن تعرفونها، وأكيد كانت وما زالت من أنجح الألعاب. ليه؟ لأن كانت تحاكي الواقع كثير، والناس تفضل النوع هذا من الألعاب. طبعاً بعدها طلع معنا يعني أجهزة الآيفون، أجهزة الآيباد، وصارت الناس تطور ألعاب فيها. ومن أنجح الألعاب أكيد تعرفونها Angry Birds، وفي عندنا Subway Surf، وأكيد روبلوكس، واللي تعتبر من أنجح الألعاب في وقتنا الحالي. وظهرت ماينكرافت على البي سي، على الرغم يعني من أنها عالم من المربعات، باختصار لعبة بسيطة جداً، إلا أنها تعتبر من أقوى وأنجح الألعاب. وعلى طول وراها طلع مصطلح الجيمينج، طلعوا يوتيوبرز وطلعوا ناس تبث على تويتش، وفعلاً هذا من أوائل أسباب نجاح وانتشار مجال تطوير الألعاب. ومن بعدها بدأت الشركات تتنافس وتطور ألعاب لا تعد ولا تحصى، منها فورتنايت زي ما تشوفون هنا. أتوقع يعني من أفضل الألعاب بالنسبة لكم وكثير من الناس، وتعتبر أكثرها نجاحاً. أتوقع نص الشعب يعني قضى وقت الحجر فورتنايت،
فبشكل عام الصورة كلها تقولنا أن الإبداع والأفكار والخيال حتى صار ممكن أن يطبق مع التطور التقني باستخدام وسائل وصول لهالألعاب كالأجهزة. طيب قد سألت مرة كيف أن مثلاً طوروا فورتنايت، كيف قدروا يصممون هالشخصيات وحركاتهم، وحتى كيف أن هذه الشخصية تتفاعل باللعبة، يعني مثلاً تبني وتاخذ صناديق إلى آخره. طبعاً يعني لو نصنفها كخطوات هي عبارة عن 1 الفكرة، لازم يكون في فكرة في اللعبة، تحتاج عصف ذهني من يعني عدة مطورين يعني بشكل جماعي، ومثلاً يطلعون قصة اللعبة، هل هي لعبة تختيم أحداث ومراحل. ثانياً التصميم والرسومات والشخصيات وكل الأمور اللي تخص المنظر الخارجي تكون بعين الاعتبار. فيعني المطورين غالباً يستخدمون برامج مثل كذا وينتبهون يعني أدق تفاصيل ما تتخيلون شلون. فمحركات اللعبة بعد ومعناها كيف اللاعب يتفاعل مع اللعبة، وطبعاً كلها راجعة لمطور اللعبة ويعني كيف طريقة تصميمها. وتقريباً أخيراً يصير أنه يبرمجها، يعني يكتبها على طريقة كود مثل اللي هنا، وبعدها يتم الإعلان والتسويق للعبة ونشرها. وركزوا معي لما أقول لكم أن آخر خطوة تكون الإعلان والتسويق. الخطوات كلها لو نجمعها نقول تاخذ ما لا يقل عن 3 سنوات. يعني مثلاً جراند، طيب تشوفون كيف ينزلون جزء كل 5-6 سنوات؟ لأنهم بالوقت هذا لا زالوا في مراحل التطوير. يعني الخطوات والعملية أكبر من اللي تتخيلون، وتتطلب عمل وجهد كبير ولكن ممتعة لمحبين هذا المجال. طيب بسألكم سؤال بعد، مين يعرف هذا الشعار؟ أو أن الشعار هذا تبع المين؟ يلا بشوف من الشاطر منكم. لا لا، هو تابع الموقع. شكله جديد عليكم صح؟ لا لا مش جلسة. صح صح، مين قال سعودي جيمر؟ محمد البقومي، محمد صح عليك. طيب الحين بعرفكم على حاجة مرة مفيدة، هي موقع، هو موقع اسمه سعودي جيمرز. هذا الموقع أفضل موقع لآخر الأخبار والمقالات وتقييمات الألعاب الإلكترونية، ومسوينا مجموعة من السعوديين حاز على جائزة أفضل موقع ألعاب إلكترونية. الحين بوريكم، نشوفه هنا. ما تشوفون بس. طيب هذا هو الموقع، تقدرون تكتبون بجوجل يطلع لكم. طيب عندكم هنا الأخبار، أخبار الألعاب بشكل عام، مقالات، حاجات يعني منوعة جدا وألعاب منوعة تقدرون تبحثون عنها. ومثلا أنتوا تلعبون على منصة معينة، مثلا قولوا تلعبون أنتوا على بلاي ستيشن، تدخلوا على بلاي ستيشن، طيب يطلع لكم الألعاب الموجودة على بلاي ستيشن، ويطلع لكم يعني آخر الأخبار، كل شيء بالبلاي ستيشن وتقييمات ويعني معلومات مفيدة جدا، حتى يطلع لكم الإصدارات القادمة. يعني مثلا هاللعبة بتنزل بعد 4 ساعات وبتنبث على بلاي ستيشن، فمرة مفيد للي عندهم شغف بالألعاب الإلكترونية. عندكم هنا تقييمات، حابين تشوفون تقييم لعبة قبل ما تشترونها. مثلا لو نروح نشوف تقييم Call of Duty، طيب هنشوف المميز بالموقع انه يعطيكم وصف اللعبة بشكل بسيط مرة، بشكل واضح. يعني شوفوا زي ما تشوفون سطر يحكي لكم ايش المفهوم من هاللعبة، معلومات اللعبة، الايجابيات حقت اللعبة والسلبيات، والتقييم النهائي والزبدة. يعني الموقع جدا جميل، وبرضه في أفضل 10 ألعاب. يعني أخلي لكم الموقع بعدين تكتشفونه. نرجع للعرض. طيب
الحين نجي عند مراحل تطور الألعاب. بنشوف تدريجياً تطور الألعاب من أول لعبة في التاريخ إلى أحدث اللعبة، أحدث الألعاب. طيب نشوف أول لعبة في التاريخ، اسمها تنس فور تو. اللعبة لعب فردي، يكون الشخص يتحكم باللعبة عن طريق هذه الأداة. لو نقرب يعني الفكرة ونقارن، ممكن نقول عنها يد، زي مثلا يد الثاني. تظهر للاعب هذه الشاشة، يعني من بساطة اللعبة حتى أن يعني الجهاز يكون أمامه، نفسه يكون قدام الشخص ويقدر يشوف تصميمها حتى. فشوفوا كيف كانت اللعبة بسيطة جدا، بس أكيد بوقتها يعني كانوا الناس منذهلين من اللعبة ويشوفونها شيء كبير وجميل. بعدها طلعت لعبة سوكوبان، واللي هي عبارة عن لعبة ألغاز، أو لعبة يعني مبنية على التفكير والتحليل، وتعتبر لعبة سوكوبان من أول الألعاب اللي أطلقت فكرة أن يكون دمج الألعاب وال يعني الأمور اللي تحتاج تفكير. فنشوف الحين اللعبة. فكرة اللعبة أنه مطلوب من اللاعب يدفع الصناديق هذه، يدفعها وما عنده أي خيار ثاني إلا أنه يدفعها ويوصلها للمربعات هذه. طبعاً بتقولون سهلة، بس لا، هي فعلاً صعبة مرة، وكانت في يعني منافسة بين كثير من الناس، ونالت عجاب عديد من الناس، لأن فيها مراحل وفيها تنافس شديد. طيب نجي الحين عند جراند. طبعاً كنا نعرفها، تأسست أكثر من 20 سنة أول إصدار لها. ممكن نقول فكرة اللعبة أن الشخص يتحكم باللاعب تماماً كان السبب في شهرتها. من زمان يعني ما كان عندنا الفكرة هذه أبداً، فتصميم اللعبة بسيط جداً، ما كانوا يقدرون يبدعون أبداً بالتصميم لأن ما كان عندهم التقنيات اللي عندنا الحين. مع ذلك حصلت على إقبال كبير من اللاعبين. بعد أقل من 5 سنوات غيروا طريقة عرض اللعبة، حسنوها بشكل كبير، شاشة اللاعب تكون بهالشكل، إلى آخر إصدار لجراند. ومع تقدم التكنولوجيا ووصلنا لمرحلة والقدرة على إعداد الألعاب بهالجودة. طبعاً جراند كانت وما زالت تنباع بشكل مهول. في معلومة بعد، إحدى أسباب نجاح وانتشار جهاز البلاي ستيشن كانت بسبب جراند، لأن اللعبة قديماً كانت بس متوفرة على السوني، فالناس تضطر تشتري الجهاز عشان تقدر تلعب اللعبة. طبعاً هذا الكلام بداية نشر اللعبة، حالياً عندنا أجهزة منوعة تتوفر فيها جراند. نجي الحين عند لعبة فورزا هورايزن. زي ما تشوفون النوع هذا من الألعاب، ممكن يكون مفيد مرة للشخص بحيث أنه يقدر يطور من مهاراته. في أمثلة كثير للألعاب مقاربة لها. عندنا لعبة Red Dead Redemption، اللي صمموا هاللعبة هم نفسهم اللي مسوين جراند. أذكر هاللعبة لأن فازت بعدة جوائز. شوفوا كيف مجال تطوير الألعاب في منافسة. مثلاً سنة 2020 جائزة أفضل لعبة روح الكذا، فاللعبة أبرز الجوائز اللي فازت فيها جائزة أفضل قصة، جائزة أفضل تصميم أصوات، وغيرها من الجوائز. يعني كل هالأمور كانت بذهن المطورين إن يطلعونها بأفضل شكل. فشوفوا كيف التفاصيل والجودة. طبعاً هذه السلايد أتوقع مخصصة للأولاد أكثر، فيفا. شوفوا هذا أول إصدار الفيفا، وطبعاً كانت برضو من إحدى أسباب نجاح البلاي ستيشن لعبة فيفا برضو. فشوفوا كيف التطور من هذا العام إلى تقريباً وقتنا الحالي. يعني
صار في تفاصيل أكثر وطريقة اللعب يعني تحس بشكل واضح جدا. والحين لعبة المعروفة ماينكرافت، فورتنايت، روبلوكس. طبعا أنا شخصيا أحب ماينكرافت مرة، واللعبة فعلا ممتعة مفيدة، ويعني الشخص يقدر يعني يبدع ويبني على يعني مجال، يعني مجاله واسع جدا. والشيء حلو وميزة في ماينكرافت أن يقدر يصمم لعبة داخل اللعبة، فصراحة يعني عشان كده أنا أفضلها. وأظن روبلوكس صراحة ما عندي أي خلفية عنها، أكيد أنتوا أدرى. طيب نجي الحين الجهاز البلاي ستيشن. أتوقع أغلبكم عنده جهاز بلاي ستيشن بالبيت. طبعا جهاز البلاي ستيشن هذا جهاز غني 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 عن التعريف، هو تقريبا أشهر مشغل ألعاب إلكترونية في عصرنا الحالي، يعني ما في أي بيت تقريبا ما يخلو من جهاز بلاي ستيشن. كان أول إصدار الجهاز البلاي ستيشن هو بلاي ستيشن 1، أصدروه في عام 1994، يعني تقريبا قبل 28 سنة. هذا كان أول جهاز بلاي ستيشن. كانت الألعاب فيه جودتها سيئة ورديئة، يعني شوفوا هنا بهذه الصورة مثلا كيف أول لعبة فيها، يعني في جهاز بلاي ستيشن، شوفوا كيف شكلها غريب، يعني كان مرة الجودة سيئة. وشوفوا هذا اللعبة ببلاي ستيشن 4، يعني تطور التصوير، تطور الرسم، الجرافيكس، الجودة، كل شيء تطور فيها. مع أن الجودة كانت سيئة ورديئة، كل الناس كانوا يبغون يقتنون هذا البلاي ستيشن. ومع السنوات بدأت شركة بلاي ستيشن بدأت تطور الجهاز، وصار منه إصدارات ثانية، صار في بلاي ستيشن 2 3 و4، وآخر إصدار كان قبل فترة اللي هو بلاي ستيشن 5. طبعا كان مع كل إصدار كانوا يحسنون أشياء كثيرة مرة، مثل التصوير، الجودة، الجرافيكس والإضاءة، الألوان. طبعا الحين أبغى أقدم لكم لعبة جدا جدا ممتعة اسمها كاسل ميك أند بلاي. طبعا هذه تخليكم تجربون ألعاب كثيرة أول ما تحملون، طبعا هي موجودة على الأب ستور وعلى السوق بلاي فقط. أول ما تدخلون اللعبة تطلع لكم مابات كثيرة تقدرون أنتوا تجربون فيها مثل ما تبون. مثل هذه اللعبة هنا، هي عبارة عن ليفلز، كل ليفل يصير أصعب من الثاني. اللعبة مرة 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 ممتعة. طبعا هذه من مميزات هذه اللعبة أنها تتيح لكم فرصة أن أنتوا تطورون لعبة خاصة فيكم، تصممون لعبة خاصة فيكم. الحين بعلمكم كيف أنتوا تسوون حساب وكيف كيف تصممون لعبة فيكم خاصة فيكم. طيب أولا الحين تدخلون على زر، تضغطون على زر ساين أب، هذا هو اللي فوق الأبيض، وبأول مربع راح تحطون اليوزر نيم، يعني اسم المستخدم حق اللي أنتوا تبغون تحطونه، يعني ثم بعد كده بتحطون اسمكم، بعدين الإيميل، وآخر شيء راح تحطون الباسورد. تقريبا نفس طريقة روبلوكس، بس إن أولا بتسجلون حساب. طيب الحين بعلمكم كيف أنتوا تسوون اللعبة الجيم. تضغطون على أي ماب أنتوا تبغون تختارونه. أنا هنا اخترت الجولف. تقدرون تشيلون بلوكس، البلوكات اللي أنتوا تبغونه، تبغون تغيرون اللون، تبغون تحذفون، عادي. شوفوا أنا هنا سويت لعبة بسيطة مرة بس عشان أعلمكم. بعد ما يعني تختارون الشكل اللي أنت تبغونه تقدرون تلعبون فيها. بأرسل لكم رابط التحميل على المحادثة يا سارة. طبعا تقدرون تحفظون اللعبة عشان بعدين ترسلونها لأصدقائكم يجربونها. مرة 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 البرنامج ممتع وحلو. مثلا هنا هذه لعبة ثانية، المفروض أن الكرة ما تطيح تحت وأنها تصقع بالكوينز اللي فوق.
طيب الحين راح نرسلكم مسوين احنا الحين كاهوت مسابقة أسئلة بسيطة. برسلكم الحين البن والموقع، أبغاكم تدخلون من المحادثة. طيب فجهزوا لأن الأسئلة بتكون على الشاشة. طيب الحين كلكم بتدخلون كهوت وبيطلع لكم هذا الرقم، أبغاكم تدخلونه. طيب حطوا أسماءكم وحطوا هذا الرقم البن، أرسلناه بالمحادثة. ممتاز، يلا نبغى عدد كثير يدخل. يلا وينكم؟ بس 5 اللي دخلوا؟ الرقم موجود على الشاشة، 5 3 8 5 4 2 9. بحط لكم بالمحادثة. يلا أرسلت لكم البن. يلا الآن بنبدأ. الأسئلة راح تكون موجودة على الشاشة. واحد باقي ولا نبدأ؟ يلا يلا بننتظر. يلا بس دقيقة زيادة ننتظر. يلا بسم الله بدينا. أول سؤال، من سلبيات الألعاب الإلكترونية؟ يلا اختاروا وين السلبيات، اختاروا واحدة. أحسنتوا، ممتازين. 24 اختار ضياع الوقت. ممتاز يا محمد الغامدي. ثاني سؤال، ما هي آخر خطوة أثناء تطوير الألعاب؟ مين يتذكر؟ هل هي تكوين قصة، تصميم شكل اللعبة، النشر والتسويق، ولا تصميم المحركات؟ ممتازين، النشر والتسويق. أحسنت يا محمد الغامدي. طيب السؤال هذا صح أو خطأ؟ تستطيع لعب الألعاب الإلكترونية على منصة واحدة، يعني بس تقدرون تلعبون على البلاي ستيشن، صح ولا غلط؟ أحسنتوا، غلط. تقدرون تلعبون على جهاز الحاسوب، على الأجهزة الذكية، على التلفاز. ممتازين، ما شاء الله عليك يا محمد.
طيب يمكن تطوير لعبة تحاكي الواقع، يعني قريبة من الواقع، هل يمكن ولا لا؟ انتوا ايش تحسون، صح ولا غلط؟ صح، نقدر نطور لعبة تحاكي الواقع. طيب هل سوني 4 هو أول إصدار للبلاي ستيشن؟ هل أول جهاز أصدره هو سوني 4؟ صح ولا غلط؟ ممتازين، صح غلط، أول جهاز هو بلاي ستيشن 1. طيب هل يمكن لعبة كاسل، هل تقدرون تطورون ألعاب بسيطة فيها، يعني تستخدمون هذا التطبيق؟ أنا شرحته قبل شوي. ممتازين، صح، تقدرون تسوون ألعاب بسيطة فيها. طيب آخر سؤال، هل تقدرون تفتحون لعبة كاسل على جوجل ولا لا، أو على البي سي يعني؟ هذا المركز راح يجاوب. ممتازين، ما تقدرون. هنشوف مين اللي بالمركز الأول. ومبروك يا روان، أنت المركز الأول، بعدين محمد الغامدي وعمر الغامدي، يعطيكم العافية. طيب قبل ما ننهي ورشتنا حابة أسألكم سؤال، هل الورشة حمستكم المجال تطوير الألعاب؟ يعني ممكن نشوفكم في المستقبل بإذن الله تطورون تصممون ألعاب. أشوف إجاباتكم. حلو، أكيد، إيه حلو حلو، اللي مبين لي إن مرة تحمست للمجال هذا. حلو، وعلى فكرة ترى مجال تطوير الألعاب مش مقتصر بس على اللي متخصصين حاسب مثلاً، ولا اللي يعني متخرجين، لا أبداً، المجال جداً واسع، حتى في أمثلة كثيرة الناس طوروا ألعابهم بالمرحلة المتوسط، مرحلة الابتدائية بعد. فشكراً، شكراً لحضوركم والاستماعكم، شكراً لتفاعلكم الجميل، حاولنا نجيب مواضيع تهمكم وألعاب يعني تحبونها، فأتمنى فعلا استفدتوا واستمتعتوا بورشتنا، نلقاكم بإذن الله الأسبوع الجاي مع مواضيع الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، لا تفوتونها.